مرتاح زين هذا الجذر انا بخلي به هنا نص كيلو من الحمص الاصحاح حمص اصحاح طبعا اذا نقدر نقول كل كيلو ونتمن نص كيلو حمص اذا صار اربعه ممكن كيلو حمص وهكذا لا شنو راح يكون لا القياس بالقيمه طبعا احنا ما حد يقيسها على التمن يقول لك احنا عندنا اهم شيء اهم شيء حسب التوزيع لا اهم شيء واحد يحصل قيمة مو مهم التمن اهم شيء تحصل فعلا يعني تقصد كميه القيمه حتسويها اكثر من التمن طبعا تكون هسه نحكي على الحمص انا هذا الجذر شوف جذر شلون قلنا كبير نص كيلو بي حمص اصحاح نص كيلو يعني تباع على كميه صغيره بس ورا ما يتنقع ورا ما يفور يصير كميه اكثر اكثر اي طبعا يصير اكثر ويا راح يكون عندي ربع كيلو من الحمص المجروش نعم راح تكون كميه اكثر طبعا الحمص المجروش بنشا هوايه حيكون ويعطينا الخيط يكون المطاط اللي احنا ندور عليه ويكون بيها ثقل اي بيها ثقل والبصل واحد كيلو مبروش بهذا الشكل نعم راح يكون عندي طبعا ثم انا مختار كيلو واحد اليوم راح يكون عندي المعجون كوب معجون. ونص من المعجون نو بصره ملعقتين طعام مطحونه نو بصره مطحونه راح تكون عندي شرط يعني مطحونه شوف عباس ممكن احنا نطحنها باليد لا اقصد يعني مو تفليس ان هي شرط نتحن. حسب ممكن اذا بس هي المعروف عليها نو بصره مطحون راح يكون عندي هنا بهارات القيمه ثلاثه ملعقه طعام قلنا للكيلو خلينا نقول كيلو حمص ثلاثة ملعقة طعام راح يكون ويانا موجود راح يكون عندنا اللحم هنا راح يكون قطع اللية موجودة ويانا هاي قطع اللية هاي راح تكون للتمن هاي للتمن اي راح احمصها واليوم القيمة بالتأكيد راح تكون شوية ثخينة من شبة العجينة راح نصورها بالأخير ونقول يابا ويا الشيف عباس بالتأكيد حاب يعني تتفضل وتعرف شنو اليوم العناوين اللي راح نتناولها بمشوارنا الصباح اللي هذا اليوم خليك ويانا الشيف عباس بالتأكيد راح تكون الفقرات الرئيسية اللي راح نتناولها بمشوارنا اليوم كالتالي. تفاصيلها مع الشيف عباس. اوكي طبعا مثل ما شفنا ضفت كوب واحد من الحليب السائل ضفته كوب واحد من الحليب السائل اوكي ملاحظة تكون النشا نقدر نخبطه ويا الحليب السائل ونخليه على التمن واحد كوب من حليب السائل نجي هنا نشوف الشكل مالته شلون صار. والحليب السائل يكون هذا التمن نخلطه بهذا الشكل هذا راح يكون والحليب السائل ضفت هسه نرجع لنا راح نجي نضيف السكر سكر أوكي. اي نوع له اكو سكر ناخذ احنا بالبدايه قبل كل شيء ناخذ المقادير راح تكون على الشاشه نعم حتى ممكن اللي ما شافه اوكي هنا هسه حضيف السكر راح اضيف السكر بهذا الشكل تمام ناخذ نخلط نخلطه بهذا الشكل هنا حلو ناخذ المقادير على الشاشه راح يكون عندي تمن واحد كوب ماء اربع كوب حليب سائل واحد كوب سكر ثلاثه كوب صبغه اللوزيه تكون عندي الفانيلا والهيل اربع حبه لوز دارسين للتزيين هذا راح يكون عندي موجود طبعا النشا ما ذاكر النشا يعني النشا راح يكون اختياري بالطبق راح يكون اختياري ممكن احنا بالسكر والتمن اللي موجود راح يكون الماده يكون بها ثخن اذا صارت بها ثخن يعني امورها اوكي ما خلينا النشا اوكي واذا لا راح نخلي شويه من النشا وياها هسه ضفنا راح نجي ناخذ الفانيلا بهذا الشكل خلينا الفانيلا مستمرين بهذا الشكل هنا اوكي راح نجي ناخذ هنا الهيل اربعة حبة من الهيل او خمسة حبة من الهيل او الهيل المطحون يعني ملعقة شاي نخليه
وناخذ المقادير حتى اللي ما شافها. اوكي ها راح تكون على الشاشه. صح صح. ها راح تكون مثل ما شفنا. نجي هنا ناخذ صبغة اللوزينة. ها راح تكون عندي صبغة اللوزينة بالعقة تكون مال استكان الشاي نضيفه بهذا الشكل. هسه هنا طبعا هاي الخاشوقة تدمر الأمة كلها. لازم نكون حذرين من الصبغ. بدأ اللون يتغير عندنا. أضفنا كل المواد حتى بعد ننتقل نهرسها. هسه ألاحظ بها شوية من الخفة. إيش راح أخلي لها؟ راح أخلي لها النش. ناخذ الخلاط. نستعمل خلاط. نخلطه بهذا الشكل. نضيف النشا. تقريبا خليت ملعقة طعام من النشا. ويا الهيل وها كله راح نهرسه. راح نخليها على نار هادئة. اختار النار الهادئة. شكل نخلط حتى نجي نشوف شكلها شلون صار. طبعا هسه تحب النار هذا يعني حيل تكون هذا ونبقى نخلط به حتى يصير ريحه السكر والمواد اللي ضفناها غير شكل ويانا يعني. واللي ما عنده المكسر الخلاط المكسر راح نستعمل الخلاط اليدوي. سير هناك هذا راح قبل نذبه على المغاسل. نجي هنا نشوف الشكل مالتها. نجي انا وعدي مخلص شوف شكلها. النشا ضفت له واحد ملعقة. ما أريد أضيع طعم الحلاوة بالنشا بكثرة النشا. نعم. هذا راح من تبرد راح تكون جاف. بعد شوفنا شوي شيف عبد. هذا. حلو. راح يكون سكر حسب الرغبة راح يكون. نقدر نسويها حلوة أكثر أو نقدر نسوي الحلاوة تكون متوسطة البيه. طبعا الفانيلا حيعطينا طعم الحلاوة والسكر اللي ضفناه. حتى نقدر احنا نميزها نقدر نخلي لها علبه من العسل وياها ماكو اي مشكله. هذا راح يكون عند الشكل. نسيت احنا ما عندنا اضافات. هسه بعد ما عندنا شيء اي راح يبقى عندي اللوز راح اضيفه للتزيين ورشه من الدارسي وراح اخليها على نار هذا تكون نار هذا هسه خليها يعني هذا هذا بس شنو تكون ايدي بيها شويه بهالشكل ابدي اخلط حتى ناخذ الطعم الحقيقي للزردة.
السر هناك منظرها هسه دا اشوفه يعني ما اعرف ليش يعني هذا هذا شوف عباس عاشت ايدك الزرد يميزها هذا اللون الخاص بيها هذا اللون يعني بس ممكن اذا تصير البيضه راح تكون حلاوه حلاوه التمه يعني نقولها القشره شوف عباس او ذيك اي طبعا ذيك ممكن انا اشتغلها بهاي اليومين ممكن باكر او 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 عقب باكر راح اشتغل الحلاوه حلاوه التمن هل تتوزع طبعا على حلاوه التمن اللي هي تكون بها القشطه كريمه الطبخ ينزل بها الحليب يعني والتمن رشه من الجبن ينزل بها من كرمك ودلالك للمشاهد والمشاهد يستاهل ويدلل علينا اكيد لذلك احنا اليوم ندللك ايش عاجبك الطقس عاجبك نصائح غذائيه ايش تريد طقس طقس يلا طقس ناخذ لك الطقس وبعدها نرجع لك على النصائح إذا المشاهدين وصلنا إلى فقرة القيمة القيمة لا هي صغيرة هي راد شوية أكبر مع الشيف عباس واليوم يقول اللية واللحم المهروس يقول حتى العظام هياته خليته على صفحة اليوم راح ناكل قيمة ما بعدها قيمة مقدما نقول لكم ألف عافية وفقرة مطبخي مع الشيف عباس ويمكن هاي الأيام أغلب الناس وأغلب العوائل سبحان الله يقولون يشتهون أكلة القيمة يعني قيمة حتى إيش قد ما الناس تحكي بها وإيش قد ما نشوفها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بهذه الأيام المباركة أكلة القيمة وطبخة القيمة أغلب العراقيين وفي أغلب المحافظات العراقية يطبخون هاي الأكلة اليوم القيمة غير مع الشيف عباس إن شاء الله أنا راح أتابع أوكي هذا إليك أوكي. وبالأخير تصيحني حتى إيه لا طبعا أعطيك رأيي توزعني يلا حبيبي موفق قلبي حبيبي شكرا لك يا عموري أكيد بشكل الكرام وصلنا إلى فقرة الغداء راح تكون عندي اليوم طبخة القيمة اليوم راح نطبخ طبخة القيمة اللي هي راح تكون عندي الحمص صحاح حمص مجروش سوية ويا اللحم خليناها بقينا نستقبيهن سوية على نار هادية طبعا هرست عندي نجي هنا نشوف الشكل نجي هنا نشوف أوكي نقلب هذا الشكل باعشون هرس الحمص المجروش ويا الحمص الاصحاح بهذا الشكل طبعا ويا اللحم اللي موجود عندنا بهذا الشكل اوكي طبعا وراح شوية ندرخها بالخلاط الكهربائي اللي عندنا موجود هذا الجدر الصغير يختلف عن الجدر الاكبر ممكن نجيب المدراخة نجيب المدراخة ممكن ونشتغل بيها اليوم راح اشتغلها انا شوية بالخلاط طبعا هرست هي بدون خلاط فراح ارجع هم اشتغلها شويه بالخلاط اضربها ونشوف شنو التفاصيل وناخذ المقادير على الشاشه ناخذ المقادير اللي هي القيمه حمص كامل نصف الكيلو حمص راح اكون عندي مجروش نصف الكيلو راح اكون عندي لحم عجل واحد كيلو راح اكون عندي لحم الغنم ربع الكيلو معجون واحد كوب ونصف راح اكون عندي نو بصره مطحون 2 ملعقه طعام بهارات القيمه 3 ملعقه طعام بصل مقطع 1 كيلو هيل اكيد راح يكون يانا والملح موجود ويانا هسه نجي هنا عندي شويه من الزيت واللي هنا راح يكون عندي هنا راح يكون عندي شويه من الزيت واللي نجي نشوف هذا الشكل مالتها زيت واللي اوكي هاي راح احمصها على النار لا ما راح اخليها هنا راح احمصها على النار وراح شويه تلشي عندنا اللي والدهن راح نخليها نفرقعها للتمن المبزول هنا راح يكون عندي التمن المبزول على النار وخليت له شويه من صبغه اللوزينه اوكي هذا راح يكون عندي هنا المبزول نجي هنا نشوفه نجي هنا نجي هنا نشوف الشكل مالته هنا راح يكون عندي طبعا بزلته بزله حلوه وخليت له بالصبغه اللي طبعا هذا بدون بس ملح بيه راح يكون عندي هنا راح يكون عندي هذا الشكل شويه من صبغه اللوزينه رشيت له اوكي رشه خفيفه تكون بين حبايه وحبايه هذا راح يكون عندي هذا ما بيه زيت ترى راح ارجع له شويه من اللي والزيت اللي موجود عندنا طبعا احتضرهن شويه يتحمصن واجي اضيفه هنا فوق هنا عند الدهن راح يكون حار اوكي هنا راح يكون عند الزيت هنا تقريبا نقول فد كوبين ونصف من الزيت بهذا يكون الكاسرولة راح اضيفه هنا اوكي نجي هنا نقول بسم الله
ونبلش نشوف شنو الترتيب. راح نجي ناخذ البصل اوكي، راح اضيفه بهذا الشكل البصل اللي موجود، بديت احمص به البصل. الله الله، نعطيه شويه نار، خليت الدهن شويه يحمى، بعدين ضفت البصل اوكي، وهنا الزبده يحمى هو اللي موجوده عندي. نجي هنا شويه نقلب البصل اللي موجود على النار ويا الزيت بهذا الشكل. هسه عندنا هنا المقادير راح تكون موجوده، اللي هي هسه حاليا المذاب هاني المعجون، وكعد النوبه بصل مطحون، وبهارات البرياني مو يا مخلص يا عدل اوكي. هسه احنا نجي نخلي النوبه بصله راح اضيفه اوكي بهذا الشكل، نضفنا النوبه بصله المطحون. الله الله، نجي هنا ناخذ المضرب اليدوي ونحركه. هذا الشكل حلو حلو، شوف شلون ضفنا النوم بصرة المطحون، ضفته بهذا الشكل ونحرك. طبعا الحمص من يكون على نار اقوى او جدر كبير ما راح يكون نتركه، ابد، راح نبقى نقلب بيها بهذا الشكل. ممكن الجدر الكبير وبالمدراخه نشتغلها هسه هنا حلو اوكي. راح نجي ناخذ المعجون راح نضيفه ويا البصل اللي موجود، باع هذا المعجون حلو اوكي، ضفنا المعجون راح نحركه ويا البصل هذا الشكل. ويا المعجون والبصل راح نضيف بهارات القيمة. اكو ملاحظة البهارات القيمة، ما راح نضيف البهارات كلها، راح نضيف يعني نبقي شيء قليل، هذا راح نبقي، ممكن نشوف هذا يحتاج لها بهارات بعد راح نضيف فوقها، لانه يعني هي بالجدر، بس انا مجرد احمص هاي البهارات اللي موجودة. ممكن نسويها شوية حارة، نضيف لها بعد شوية من الفلفل الاسود. ونحرك بهذا الشكل، شوف شلون يكون بدأ يتحمص البصل والبهارات والمعجون، بدأ يتحمص عندي. ناخذ لنا نظرة على اللي موجودة. الله، دسوا اللي بدأت تلشع عندي وتذب الدهن مالتها. هذا الشكل بدأ يلجع عدي الزيت اللي موجود ويا اللية. الله، وما أقول لكم عدي شلون يحب اللية. نخبطه بهذا الشكل ونهرس اوكي، كل ما نهرس يكون تعطينا الشكل غير. ناقلنا العظام راح اذبه وياها، عظم الغنم، ممكن اختار شويه من عظم الغنم او قطعه من الاضلوع، قطعه قطعتين راح اذبها وياها، اهرسها وياها. ها اذا خلاط الكهربائي ممكن نطلع العظم حتى نخلطها بالخلاط الكهربائي، لان العظم راح يضرب السكينه اللي هي تكون بالخلاط الكهربائي اكيد راح يؤذيها. وبهذا الشكل بدينا نقلب وناخذ المقادير، تكون اخير شيء حتى اللي ما شافها تكون على الشاشه.
راح تكون هسه مثل ما شفنا المقادير كانت على الشاشة. هسه راح نخلي المعجون والبصل بالجدر، راح نخلي بدها تحمص عندنا والبهارات اللي موجودة. اوكي مثل ما نشوف هاي راح تكون، راح نجي هنا نلاحظ بهذا الشكل. بعد شلون شوي نسوي لكعة بالمعجون والبهارات. حلو هنا، حلو ونحرك هذا الشكل، نحرك نخلط. قلنا بالمدراخة شكل، يكون بالمضرب اليدوي شكل، إذا يكون جدر أصغر. ونحرك بهذا الشكل. بعد شلون حمصنا المعجون راح يعطينا غير شكل، ما يعطينا طعم حامض شوي حموضة بالهذا، يكون زفرة بيه. ما طول حمصناه ويا المعجون. هسه حنحول التمن اللي جاي، نحول التمن لهنا، راح نخلي عليه اللية شوي نحركه بهذا الشكل. مثل ما نشوف هسه راح نجيب، شوف هاي اللية تكون وال هذا الشكل. ضفنا اللية والزيت اللي موجود ويانا فوقها. اوكي راح نغطي، ننتظر على ما يكون عندنا جاهز ونبدا نحرك بالقيمة بهذا الشكل. طبعا راح تكون الارقام اسفل الشاشة، ممكن اللي يحب يستفسر على اي طبخة شوف ايش طابخنا اليوم. هسه راح تكون هاي الارقام اسفل الشاشه ونحرك بهذا الشكل. نعم تنترك زين، حرك اوكي وبهذا الشكل. ناخذ اول متصل ام ضياء. الو ام ضياء، شلون ايش اخبارك؟ الحمد لله بخير، زين اخبارنا؟ انت شو اخبارك؟ الحمد لله، انت اخبارك ان شاء الله زينه؟ الحمد لله زينه وبخير، عاشتك على الاكله الطيبه. ويدك ويدك يا طيبه، عمريني. اريد ان مقادير البيتزا. مقادير البيتزا؟ اي هم نصير يعني نسويها داخل التنور، انا ما عندي فرن. داخل التنور؟ اي يعني اطفي النص او الاطراف يعني داخل التنور، تنور الستيل؟ تنوري اي ستيل. اوكي اذا اول شيء نحمل التنور يكون حار، يكون درجه حراره قويه، ورا ما يكون حار راح نجي نهدئ نسوي يعني يكون نريد يطفى. هذا حيل فد مره على الحراره مالته مقبقين احنا قبل ننزل البيتزا قبل نغطي ونخليها على الحرارة الباقية، كانت قوية راح تستوي على راحتها. اوكي شكرا لك، شكرا لك، نورتينا. يا سجنان السجنان على الاغراض، سجنان ويا الكونتر راح تتواصلين، وكان سجنان خلصت الفقرة مالتي. شكرا لك. ناخذ عبير من بغداد. السلام
صباح الخير شيف. صباح الخير يا عبير. عاشت ايدك، عاشت ايدك ويدك. على هاي القيمه تفضل والله العظيم. ويدك الله يحفظك الله يخليك. هاي على انفاسك الطيبه، على انفاسك الطيبه. تدور قلبك من ذوقك يا طيبه، انت طيبه. شيف عباس هاي على طريق نجفيه لو الكظماويه. هي تقريبا نقول كظماويه او نجفيه، بس راح يكون الجذر الصغير ما راح نقدر ناخذ على طريقه او طريقه احد، بالجذر الصغير تختلف. شيف مثل عباس انا يوم بتشيل اثار راح اسويها، بس يعني ما اخليها لي لا تخلين، انا مجرد اني شويه اعطيها نكهه، انطيها لحم الغنم بس. انت اذا تاكل، اذا انت ما تحبين اللي بس ممكن شويه، انت ما تحبين اجل اخلي لها ولحم غنم. هو انا ضايف لحم الغنم بس انا قطع اللي قطع كلش سهله وحلوه. قطع اللي انا ضفتها للتمن شويه يعطينك اللحم، لان هاي الاكله معروفه، هي تكون شويه دهينه بالدهن الحور ويكون اللي بيها، وهاي معروفه يعني. شيف عباس تحياتي للساده كله. الله يخليك، تحياتنا غصون واستاذ عمر يسلمون عليك، كادر كله يسلم عليك. شكرا لك، شكرا. هسه نجي هنا، طبعا احنا قلنا اللحم الغنم اللي انا ضفته اختاريت شويه اللحمات دهينه تكون شويه وخليتها وياه، لان القيمه معروفه شويه تكون لازم دهينه واللحم مالتها. هنا الشغل نسوي يكون العالوشة شكل لحم العجل، هذا يكون شغل بلحم العجل. فبقت النكهه تكون النكهه اللي هي للحم الغنم اللي هي او الضلوع، وهاي نقدر نضيفها وياها ونخلطها بهذا الشكل مثل ما نشوف. دائما احنا من نشتغل جذر كبير او صغير تكون الحافه اللي موجوده فوق ننزلها ملعقه، ما نبقيها بهذا الشكل. اوكي، ونرجع نخلط بهذا الشكل مثل ما نشوف. اوكي، هسه اجى وقت الملح، راح نضيف الملح، راح نضيف الملح فوقها حسب الرغبه، راح يكون عندنا الملح. مثل ما شفنا ضفنا الملح، نرجع نخلط هذا الشكل. بدأت تجهز عدي طبعا، والقيمة معروف عليها. ورا بهيك مرحلة راح تبدي على نار هادئة، ما تكون نار قوية حتى اللحق عليها ما تلشع عندنا، نحمص بسرعة يلشع عندنا ونبدي نخلط. قلنا القيمة احنا خبطت بالبداية الحمص المجروش ويا الحمص الاصحاح، اوكي، سوية ويا اللحم سوية، وبديت اسلق بيهن. سلقت سلقة حلوة، خليتها على نار هادئة على ما انهرس الحمص مع اللحم والحمص المجروش. وبديت بعدين سوينا البصل والمعجون، وضفنا التوابل، ضفنا النو وبصلة. وناخذ نوال من كركوك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا نوال. شلونك شيف عباس؟ شلونك انت، اخبارك؟ الله يسلمك. الله يخليك. أنا أسبوع صار لي خبر وما حصل. أسبوع صار؟ أسبوع؟ أسبوع. هسه حصلتينا. أقول لك أريد أعرف تركيبة الباكة. تركيبة الباكة؟ أنا أركب بس ما يطلع، يعني ما أدري لو حيل يستوي. إيه. لو هيك يعني ما شوي قوية. يعني قوة إيه. طبعًا الباكة إحنا قلنا نجيب الباكة نغسلها غسلة بالماي البارد. غسلة حلوة. ولا ما غسلناها نخليها بجدر ما بيشي، بس شوية رشة من الزيت. أي. أوكي، وحنصفطها الباكة بالجدر ونخليها على نار. هذا شو نسميه احنا؟ هذا نسميه تكميخ، يعني راح تعرق الباكة، الذب المي مالتها اللي موجود راح ينشف بالزيت وينشف بالبخار اللي موجود. قبل كل شيء احنا مخلين جدر مال المي حار على صفحة، مي حار خليه على صفحة. ورا ما تكمخت وانتهت والمي مالتها ذبته، راح نجي نخلي حبه بصل، حبه نوم وبصله، عود دارسين، شويه هيل، وراح يكون عندي حبه من الثوم نذبها سويه وياها، شويه نقلبها نحمصها بالزيت
راح نرجع ناخذ المي اللي موجود راح نديره فوقه هو حار. اوكي ممكن المده ايش كده اخليها يعني تفور المده تخليها على النار يعني طريقه التجهيز ماله كامل ورا ما رديت المي الحار عليه تكون ساعتين عدل على نار هادئه ساعتين نار هادئه ضروري ضروري الباكه تحب النار الهادئه ضروري يعني من بدايه التركيب انا نار هادئه انت من بدايه التركيب نارك هادئه اوكي وساعتين على نار هادئة خلص. إيه بس مين تحس مين ساعتين ورا ما تفور أول ما تكون تفور عندك راح تخليه تكون النار هادئة ساعتين عدل وراها إيش راح عندك يبقى يبقى عندك الدهن الحر ويبقى عندك اللبن الزبادي ورا ما تجهز ساعتين راح نأخذ مي بكاسة راح نضيف ملعقتين دهن حر بالمي مالتها ونضيف لبن زبادي واحد كوب نخلطها أو شوية من صلصة الثوم نخلطها نسويها وراح نجي نخليها فوق الباكه ورا ما تجهز عندي ونخليها تقريبا ربع ساعه 20 دقيقه ونطفيها تقريبا ربع ساعه نخليها طافيه تكون لوز الباكه ملح بالاخير لا تنسين الملح شكرا شكرا لك شكرا لك هسه نرجع هنا نخلطها بهذا الشكل وناخذ ابو حذيفه من الموصل حذيفه تعال قلب مخلص شوي تعال قلبه هنا ناخذ ابو حذيفه السلام عليكم اخ عباس وعليكم السلام وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شلونك حبيبي تحياتنا اخويا للاخ السجاد والاخ حمار تحياتنا لك كذا كله يسلم عليك وعليكم السلام ورحمه الله صوت التلفزيون عالي يا ابو حذيفه عليكم السلام تشريب والله نريد التشريب تعاركنا هاي المره على التشريب مال اللحم تشريب تعارك ليش تعارك ليش يا ابوي هي تريد طبق شكل ولا تريد طبق شكل هي انا اريد تهيل هي ما تريد تهيل يعني هي غير تمشي على ذوقك شلون هسه والله هي تدور شيء انا دور شكل هي تقول لا انا ما اريد شكل هسه شلون حلها شلون فهمني مو احنا اربعه ولد اربعه اواني والوليد الله يحفظك هي ما تريد دسم احنا غير عن نصبط على القريه زين احنا انتم الاربعه راح تحبون الاكل الدسم مو اي نعم وهي ما تحب الاكل الدسم ممكن نسوي اكل اكله على صفحه لها خاصه يعني تكون بدون دهون وانت واحد ها بس هي الاكثر انتم يعني مو يقول هو كلها ما تريد دهن يعني كلهم يردون بس الوحيدة اللي هي ما تأكل الأكلة الدهينة احنا راح نمشي على طريقتكم امشي على طريقتي وما لك شغل خطيتك بهالرقبة هي شو راح على الطريقة مالها احنا نريد يعني الطريقة مال الأكلة طريقة مال شنو مال التشريب يعني انت تشوف ده سواني ده تتابع مال التشريب الهدية هسه انت تتابعني حاليا تتابعني؟ اي نعم هاي دا اسوي هسه انا ايش دا اسوي؟ هسه انا شنو دا اسوي بالجذر؟ نعم نعم دا اتابعك دا اطلع عليك على القيمة ها القيمة؟ اوكي يعني هسه القيمة دا اسويها قيمة القيمة تريد التشريب هسه انت؟ هذا دا اسوي القيمة دا تصوت فيها ايه صوت تلفزيون عالي يمك صوت تلفزيون اوكي اذا عندنا مقادير التشريب ممكن يا فروس يا الشمري يا الشمري يا فروس اوكي شكرا لك شكرا هسه مخلص يحب الاكل الدهين عدي يحب لك يعني وهذا التشريب هذا التشريب راح يكون على الشاشه وخش وخش هذا راح يكون عند التشريب اللحم على الشاشه لحم غنم 1 كيلو راح يكون 1 كيلو رقبة أو زند أو ضلع معجون الطماطة 1 كوب راح يكون عندي بصل 1 حبة راح يكون كلها مكعبات نخبطن سوية حمصن طماطة 2 حبة راح يكون عندي البطاطا نو بصرة زائد عود دارسين هيل قرنفل حمص المجروش 1 كوب راح يكون عندي حمص حب 1 كوب فلفل أسود راح يكون عندي أو فلفل أحمر حسب الرغبة راح يكون عندي كركم زائد الكاري كركم زائد الكاري راح تكون موجوده ويانا ونخلطها بهذا الشكل
الله لا مثل ما نشوف نجي ناخذ يكون عنده بهذا الشكل هسه نرجع هنا اجى مرحلة شنو قبل لا نطفي قبل لا نخلي قبل لا كل شيء راح نجي ناخذ الانذوق ناخذ شوية ناخذ شوية نذوقها الله راسه شوية من البهارات قليلة اوكي ناخذ المقادير نشوف حتى هاي المقادير اللي كانت على الشاشة نجي نخلط بهذا الشكل مثل ما نشوف هسه هنا راح يكون عندي هنا عظم الغنم راح اطلع شويه حتى استعمل الخلاط الكهربائي بهذا الشكل اخلط ممكن ما يحتاج الخلاط الكهربائي اذا ما موجود فطلعت قطعة العظم حتى ما تضرب السكينة اللي عندي موجودة بهذا الشكل صارت عندي اكيد انهرزت يكفي اخير شيء راح تكون عندي اللي ما شاف هالمقادير اخير مره راح تكون اوكي ها راح تكون عندي على الشاشه هسه هنا حلو صارت عندي جاهزة نجي ناخذ
عيني من نصب يا عيني. عمر تعال تعال قوم قوم تعال تعال. ما انا اقول انت يعني ما ممكن انه تصب واني ما اكون موجود وحاضر. ما شاء الله ما شاء الله. حسين هنا اوكي هذا راح يكون عندي. الله صب الرز هاي قطع اللي هي اللي اختاريتها انا ضفتها على التمن حمصتها صارت شلون قطع الشاورما اها المحمصه اللي هي بهذا الشكل. لا تشتم الريحه يا عمر. والله الريحه لهنا واصله صراحه يعني. مخلص وعدي شلونكم؟ يعني حتى في راسي اشتم الريحه. غرفه الكنترول وصلتكم الريحه؟ ما وصلت. يقولون ما وصلت شيخ. جزوي القيمه راح توصل. بس راح نجي نخلي القيمه. الله. هذا الشكل. شوف يا عمر. شو شوف؟ أنا ما داق أريد أختم البرنامج ما داق ترهم يعني. بس هنا حلو. روعة. أخير شيء. هنا حلو. هذا راح يكون عندي بهذا الشكل. شوف القيمة. نجي ناخذ لنا هاد كاسة صغيرة. يعني بس احب راح اختم بكلمتين فقط بس لا اكثر يعني لان بهاي الحالة ديخوني التعبير. اوكي وعاشت ايدك شيف عباس ويدك ما راح اقول بس نشوفكم باشر مع السلامه باي.